السلام عليكم، معكم نمياء من مواليد البحرين وعمري 17 عام. عندي براند خاص فيا، هما لي لونتي ديراهم على حسب الطلب اللي كيبغيو، كاين ناتشرال، كاين اللي كيكون عادي، كاين اللي فاتح، كاين اللي غامق، كاين الفواتح. انا دايراهم على قبل الاعراس، الحفلات، السهرات، وكاين ناتشرال اللي بحال اليوميات اللي كتلبسو. كاين البنات اللي ما كيبغوش داك الشيء بزاف، كيبغيو داك الشيء ناتشرال عادي. داكشي علاش انا دايره البراند. انا كنقرا الاقتصاد اللي عندكم هنا في البحرين، اللي عندكم في المغرب، حنا عندنا تجاري في البحرين. كنت ماكي ديما راسي، كنت كيعجبني الميك اب، كنت ديما شاده المكياج وكاسه كنماكي راسي. كنتعلم من الخبره ديال الام ديالي خديجه جودار، وليت كندرب في مثلا بحال صحابات ماما صحاباتي، ومن بعد وليت كندير للناس اللي كيبغيو يتماكيو عندي. كنت بعض المرات كنقرا، ومثلا الى عندي شي وقت فراغ كنت كنماكي، نتدرب وندير للناس اللي كيبغيو. دراستي انا مهمه بالنسبه ليا، هو شيء اساسي عندي في الحياه. تناخذ شهادتي عاد نتفرغ للميكاب. الميكاب ديالي كانت هوايه ديالي، ومن بعد وليت كنتطور فيه بزاف. كان كيعجبني لي لونتي، كنت ديما كنشري لي لونتي ونلصق في عينيا، وكنت كنحماق على لي لونتي. تا قلت ندير براند خاص فيا ونشارك الناس هاد لي لونتي اللي انا دايره. كاين الناس اللي كيخافوا وكيرتبكوا، اللي كيحسوا انه ما باقي ما ماشي قد داكشي، ولكن انا حسيت داكشي كيعجبني وداكشي اش درتو. كاين العدسات اللي كيناسبوا العين وكيناسبوا اللون البشره. انا كنبغي ننصح البنات ملي يختاروا العدسات يختاروهم على الشكل اللي غيديروا، على المكياج اللي غيديروه، على اللون البشره. وكاين اللي بغيت نوضح هاد النصيحة، العدسات إلا كتلبسيهم يوميا خاصك تحطيهم في السولوشن ديالهم، الماء ديالهم ديما نقي كيكون، ما تحطيهمش في الماء عادي ولا مصخ، ضروري خاصو يكون السولوشن ديالهم باش ملي تلبسيهم ما يضروكش، ما يحرقوكش، ولا يضروا العين ديالك. العدسات ديالي أنا دايره لهم ناتشرال، ما دايراش هذوك خطوطه ولا شي حاجه اللي كتكبر العين. كاين يمكن وحده ولا جوج، ولكن باقي دايراهم انا ناتشورال، ما كيبانوش بالصح لي لونتي. انا دايره العدسات في جميع متناول الاشخاص، السن الكبير الصغير، قدي بحكم قدي يعني ماشي الصغر. كاين العدسات اللي كيديموا بحال 3 شهور 6 شهور، انا دايره العدسات ديالي تديموا العام. الى قدرتي تحافظي عليهم يبقاو يقدر يديمو اكثر من هكا، ولكن انا ديالي دايرهم العام. كاين العدسات الى سالات المده ديالهم صافي تقدري تلوحيهم وتشري وحدين اخرين، حيت الى بقيتي ديما على هذوك كيضروا العين وكيخليهم حساسيه، يديروا الحساسيه، الاحمرار في العين. كان طمح باش ندير براند كبر من هكا، مثلا من غير لي لونتي بغيت ندير رموش غير على رموش ماما، مثلا الفونديشن، البراشز ديال الماكياج، الشادوز، بزاف البراندات بغيت ندير بحالهم، بحال هدى بيوتي، كاينين بزاف ديال البراندات بغيت ندير بحالهم، نكبر انا بسميت لمياء ندير براندات بحال هكا. بحكم اني مغربيه من ام مغربيه واب مغربي، كنفكر ما نبقاش نقتصر غير في الخليج، كنفكر نجي المغرب وفي العالم كامل ماشي غير الخليج والمغرب. انا غاديه في مسار ديال ماما، وان شاء الله في العام الجاي في الصيف نكون مع ماما الى كتاب ان شاء الله، ونفيد الشابات المغربيات اللي كيبغيو ننصحهم ونكون معاهم.